أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمون. النهاردة هقدم لكم طريقة عمل الجبنة البيتي. بنحتاج 2 لتر من الحليب الطبيعي أو حليب كامل الدسم، و6 معالق من الخل الأبيض. بنرفعه على النار وبنسيبه لحد ما الجبنة تكون كتل. بنصفيها كويس قوي قوي من المية، وخلوا بالكو الواي اللي بيفضل ده فيه 20% منه بروتين. الرياضيين بيستخدموا البروتين ده، بيعملوا منه تشوكلت شيك، ويعني ما ترموش، ممكن نستخدمه في وصفات كتيرة، يعني بدل اللبن الحليب وبدل المية في وصفات الخبز والكيك. بنصفيها كويس قوي من الواي، وبعدين بنحط عليها معلقة صغيرة ملح، ما تحدقوهاش قوي. بنقلبها كويس، وممكن نشكلها على شكل كرات صغيرة ونشيلها فترة طويلة تحت زيت الزيتون، او لو عايزين نحتفظ بيها كده لوحدها بنحطها في اناء محكم الغلق وبنشيلها في التلاجة، بس بنستخدمها خلال 3-4 ايام. لو عايزين تشيلوها وقت طويل تحطوها في برطمان في زيت زيتون. لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم بكرة في وصفة جديدة. باي.